اجتماع هو الأول للجنة مراقبة الهدنة في الحديدة مع ممثلين من الحكومة الشرعية والانقلابيين بعد 3 أيام من وصول الجنرال الهولندي باتريك كامرت المحافظة. أبرز المحاور: بحث إجراءات مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والانسحابات ونشر المراقبين الدوليين إلى جانب البدء في إعادة الانتشار من الموانئ. اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار العسكري برئاسة كامرت عقد وفق ما نقلته فرانس بريس بعد تدخل من رئيس فريق المراقبين الدوليين لإزالة العراقيل. عراقيل وضعتها الميليشيات الانقلابية لمنع وصول الوفد الحكومي إلى مكان الاجتماع. مصادر حكومية ذكرت في هذا الصدد أن وفد الشرعية رفض عقد الاجتماع في مناطق سيطرة الانقلابيين واشترط أن يعقد في إحدى مناطق التماس داخل الحديدة. مسؤول حكومي توقع أن يكلل اللقاء الثلاثي بالنجاح، لقاء سبقته خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في محادثات السويد، إذ سمع دب اشتباكات في قسم المدينة الشرقي استخدمت خلالها طلقة مدفعية وأسلحة الرشاشة. ميس الحربي، العربية، من الحديدة. ينضم إلينا مراسل العربية.